سمعنا كثيرا عن الخطباء من توقف المفاوضات النووية إلى قبل يومين تتحدث إسرائيل عن الخطباء، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن الخطباء. برأيك وبحسب الجيروزلم بوست، وجهة نظر إسرائيل بالخطباء يتحدثون عن عملية عسكرية إذا ما فشلت هذه المفاوضات، هل تعتقد أن إسرائيل يعني جادة في هذا الموضوع؟ هي حرب إعلامية، هي ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وليس ضغطا على إيران؟ كيف باختصار يعني، إذا تقدر تجاوبني بدقيقة ونصف؟ باختصار أستاذ أحمد، بأقل من دقيقة ونصف، إسرائيل منذ حرب 73 وعبور خط مألف وهي لا زالت تعيش السياسات الأمنية التعبوية، يعني هي في حالة تعبئة دائمة، وهذه الإجراءات، هي دولة مهددة وتعتقد أنها ممكن أن تتعرض إلى حرب في أي وقت، فهذا ضمن سلم أولويات للحفاظ على أمنها القومي. هذا الأمر ليس مرتبط بصراع مع إيران فقط، هو كان مرتبط بصراع العربي الإسرائيلي، ولكن الآن بعد أن تم تصفير جزء مهم جدا من الصراع العربي الإسرائيلي وتحويله إلى الصراع الإيراني الإسرائيلي، هنا تغير سلم الأولويات. إسرائيل تعتقد أنه المدن الصاروخية إذا الإيرانية إذا حصلت أي مواجهة ممكن أن تستهدف العمق، وبالإضافة إلى القوة الإيرانية المحيطة صواريخها بإسرائيل، ولذلك هي منذ عام 2007 تتدرب على هذه الخطط، ولكن الأمر مرتبط بالإدارة الأمريكية. قرار الحرب والسلم بين إسرائيل وإيران أستاذ أحمد، هو يجب أن يكون أما بضوء أخضر أمريكي أو بضوء أخضر.